ولنقاش هذا الملف عن استمرار معاناة أهالي المحافظات المنكوبة ينضم إلينا عبر خدمة سكايب من فيينا الإعلامي والصحفي زياد السنجري. أهلا بكم سيدي. أهلا وسهلا، حياكم الله. انطلاقا من تسمية بعض المحافظات بالمحافظات المنكوبة على غرار الأنبار وديالة والموصل وصلاح الدين وغيرها من هذه المحافظات، كيف تبدو الأوضاع هناك وبعد مرور سنوات على انتهاء العمليات العسكرية؟ نعم، أنا قلت أن الحرب على تلك المحافظات أو على تنظيم داعش انتهى، ولكن الحرب على تلك المدن لم ينتهي لحد الآن. الحقيقة الحرب مستمرة، وصفحة الفساد هي صفحة من صفحات أو معركة من المعارك التي تجري على تلك المحافظات، حيث سلمت مقاليدها إلى شخصيات هزيلة وضعيفة في عدد من المحافظات العراقية مثل ديالى والموصل والأنبار وصلاح الدين وكل محافظة نينوى. أفرزت لنا الحرب واقع جديد وانهيار تام بالبنى التحتية الموجودة في تلك المحافظات، ونينوى هي ثاني أكبر مدن العراق، ومدينة الموصل بعد بغداد تأتي مباشرة من حيث السكان والمساحة إلى آخره. هذه المدينة على سبيل المثال بدون مستشفياتها مدمرة بالكامل، مستشفيات لحد الآن كهربائية، بدون جسورها الخامسة التي بني آخر جسر في ثمانينات القرن الماضي، بدون مطارها الوحيد الذي تأسس منذ قرن كامل، بدون كثير من الأشياء، من دون معاملها، مصانعها، ورشاتها، محل تجارية، 15,000 بيت مدمر، 3,600 محل مدمر، 250 مصنع وورشة مدمرة في مدينة الموصل ومحافظة نينوى. إذن عندنا لدينا انهيار كامل. هذا الانهيار الحقيقة نتيجة الفساد، وهناك 4 ميزانيات صرفت على محافظة نينوى بدون إنشاء مستشفى واحد. 4 ميزانيات بمبالغ مئات المليارات ذهبت إلى الفاسدين والفساد، وكلها تبليط وشارع وثيل إيراني وتبليط سيء. هي لدينا مشكلة كبيرة في هذه المحافظات التي سيد زياد، الحديث عن هذه الميزانيات التي خصصت لهذه المحافظات، كثيرا ما نرى مسؤولين يزورون في فترات معينة هذه المحافظات المنكوبة، وهي زيارات غالبا ما تقترن بفترات الحملات الانتخابية. كيف يمكن تفسير هذه الزيارات قصيرة الأمد، وماذا قدم هؤلاء المسؤولون للعراق والمحافظات المنكوبة؟ لا شك بأن المقاطعة للانتخابات ورفض العملية السياسية، وإن كان بصمت ما مثل بغداد وبقية المحافظات في جنوب العراق، كان واضح لدى الجمهور في هذه المحافظات المنكوبة، حيث تدنت النسب رغم التزوير في رفع النسب من يحق له التصويت على من لديه بطاقة انتخاب مثل ما عملت وظيفة الانتخابات، ولكن مع ذلك الشعب كان واضح بعدم يعني المشاركة في الانتخابات، في إشارة واضحة للطبقة السياسية بأنهم مرفوضين، وخاصة النواب. محافظة نينوى 34 نائب، لا يوجد ولا نائب في محافظة نينوى منتمي لهذه المدينة، وكلهم مشاريع لأحزاب من خارج نينوى. هل يعقل بأن بيضة القبان ورأس العراق محافظة نينوى وأم الرماح ليس لديها تمثيل انتخاب برلماني حقيقي في بغداد، ليس لديها نواب يعملون من أجل مصلحة نينوى، وإنما النواب يعملون من أجل الحزب الفلاني في بغداد وفلوجة وفي الأنبار، أو يعني أقصد الحلبوسي والخنجر والديمقراطي الكردستاني أو ميليشيات وجهات أخرى، لا يوجد. إذن لدينا مشكلة، وهذه مشكلة كبيرة حقيقة نعاني منها في تلك المحافظات، وحتى من يستلم إدارة تلك المحافظات في فترات ما بعد الانتخابات يقوم على كأنهم جبات أموال، يأخذون الأموال والمشاريع ونسب، وترون ما وصلت إليه تلك المحافظات نتيجة المحاصصة المقيتة ما بين تلك الأحزاب حتى على منصب رئيس قسم. تحدي الأمن يعد من أكبر تحديات لدى الأهالي في المحافظات المنكوبة، ويحول دون عودتهم من مخيمات النزوح. ما الحلول التي طرحتها أو تطرحها الحكومة لإعادة هؤلاء النازحين إلى مدنهم؟ للأسف الشديد لم ترتقي الحكومة وعمل الحكومة وداء الحكومة الحالية والسابقة
لما حصل ويحصل في تلك المحافظات. لدينا آلاف الآن في مخيم الهول، لدينا آلاف أخرى في إقليم كردستان، في مخيمات في إقليم كردستان، لدينا مهجرين في تركيا وفي أوروبا وكثير من الدول الأخرى لم يشعروا بالأمان، ليس لوجود عمليات عسكرية، وإنما لا يشعرون بالأمان نتيجة تواجد نفوذ هذه الميليشيات وفرق الموت والمكاتب الاقتصادية التي تقتل وتسلب في وضح النهار وبدون رادع. ضعف الحكومة أو تواطؤ الحكومة جعل من المواطن العراقي خائف حتى هذه اللحظة، علما أن محافظة نينوى ومدينة الموصل بالأخص سجلت أعلى نسبة أمان على مستوى العراق. من أي ناحية؟ من ناحية العمليات الإرهابية أو من ناحية، ولكن ليس من عمليات الخطف بالنسبة للفصائل المسلحة أو التفجيرات. فإذا لدينا مشكلة كبيرة، أن الدولة لا تفرض هيمنتها وسطوتها نعم وتعرف إمكانياتها من أجل بعث رسائل أتمنى للمواطن العراقي حتى يعود. نعم. ما البديل للنازحين أمام قرار إغلاق المخيمات؟ الحقيقة المجهول فقط ينتظر هؤلاء النازحين، ليس لديهم ديار أو بيوت، وإنما بيوتهم مهدمة، جثث من قتل منهم من ذويهم وأطفالهم أو أقاربهم ما زالوا تحت المدينة القديمة. الحكومة عاجزة عن اتخاذ القرارات التي تجعل هؤلاء النازحين يعودون، هؤلاء المهجرين في داخل وخارج العراق يعودون، لأن إمكانيات العودة وتوفير المياه والصرف الصحي وتوفير المدارس اللازمة وتوفير مستلزمات العيش الكريم معدومة في تلك المناطق، رغم مرور 4 سنوات ولكن لا يوجد نية لإعمار تلك المناطق ولا توجد إرادة حكومية من أجل عودتهم. لذلك المجهول للأسف من ينتظر هؤلاء الناس، رغم أنهم تواقون للعودة لأهلهم ومدينتهم وبيوتهم التي تهدمت ويريدون إعادة بنائها، ولكن التعويضات متأخرة، صرف المستحقات متأخر جدا، منح النازحين متأخرة، هناك مشاكل كثيرة والفساد يسيطر على هذه المؤسسات مما جعل العودة صعبة حاليا وفق هذه الظروف وهذه المعطيات على الساحة. إلى أي مدى تتعمد الحكومة عدم عودة النازحين إلى مناطقهم أو بعض المناطق وفق خطة ممنهجة للتغيير الديموغرافي؟ عندما لا تمنح بعض العوائل والأطفال والنساء أوراق ثبوتية، عندما لا يتم تجديد الهويات حتى يتم عبورهم من سيطرة إلى أخرى، عندما لا تمنحهم أبسط استحقاقاتهم، نعم لا يوجد إرادة إذن لعودة هؤلاء الأشخاص. لدينا تعامل عنصري، تعامل فوقي، تعامل ليس كحكومة وإنما جهات تحارب أبناء شعبها. نحتاج إلى حكومة أكثر وعياً، نحتاج إلى احتواء تلك العوائل وهؤلاء الأطفال حتى لا يكونوا قنابل موقوتة بالمستقبل. نحتاج إلى تعليم تلك العوائل، إلى دخول الأطفال إلى المدارس ورياض الأطفال، نحتاج إلى أوراق ثبوتية ليمارسوا حياتهم بشكل طبيعي، نحتاج إلى مصالحة حقيقية، نحتاج إلى بيئة آمنة من أجل خلق مناخ ملائم لعودة هؤلاء الأشخاص إلى مناطقهم وبيوتهم وقراهم وقصباتهم وأقضيتهم التي نزحوا منها نتيجة الحروب المتكررة التي ليس لهم فيها أي ذنب أو لم يقتربوا فيها أي ذنب، هؤلاء الأطفال والنساء. شكرا جزيلا لكم الإعلامي زياد سنجري، حدثنا عبر خدمة سكايب من فيينا.